علي اليزيدي، صالي 18 سنة في قوس السهم من 98. اسمي عبد العزيز أحمد العبادي، لاعب قوس السهم. أنا شفتها فيها نوع من الإثارة ومشوقة، وبحكم أنها رماية أجدادنا وآبائنا، وإحنا كعرب أول من مارس رماية القوس والسهم. والله شعور واحد لازم يجرب هالشعور، يعني شعور شيء حلو، يعني لعبة جديدة، مو بكل الناس يعرفون هاللعبة. فاللعبة هذه كل ما تعمقت فيها كل ما حبيتها أكثر. بديت الرماية من صف ثاني، من ثاني إعدادي أو ثالث إعدادي تقريباً. كنت أجي مع الوالد، والوالد ممارسين اللعبة، فحبيت اللعبة فمارستها مع الأيام والتحقت بالمنتخب. بلشت فيها في أول بطولة كانت في سنة 2000 في ماليزيا، وكانت البداية مشجعة ولله الحمد. ومن ثم شاركت في البطولة الثانية العربية في نفس السنة عام 2000، وحصلت فيها على المركز الأول على ذهبية الفردي. ومن ثم توالت المشاركات والإنجازات العربية والأولمبية والأسيوية. مع الأيام شاركت في بطولات خارجية وخليجية وعربية. شاركت بطولة عربية في الدوحة، حصلت على الميدالية، على 4 ميداليات، ذهبيتين فضية وبرونز. وشاركت بطولات برا، والحمد لله إن شاء الله من أحسن لأحسن. والله طموحاتي كأي طموح أي لاعب، طموح أي لاعب الوصول للعالمية إن شاء الله، والمنافسات في الأولمبيات بإذن الله. والله الطموح لا يتوقف عند إنجاز معين، كل رياضي يطمح إنه يوصل للميدالية الأولمبية أو ميدالية، أعتقد هي اللي تب الميدالية الأولمبية. في عندك مراحل، يعني مراحل أول شيء يعطيك المدرب قوس خفيف وقوس مبتدئين، بعدين يبدأ معاك يقوي القوس شوي، يعطيك قوس جديد، يعني مع هي مثل السلم، يعني من درجة لدرجة يعطيك المدرب. فأنت كل ما خلصت من درج رفعك درجة ثانية. الرماية هي بشكل عام القوس، أي رماية تتطلب التركيز والمتابعة. الرياضة هذه رياضة تتطلب منك الصبر، تتطلب منك يعني هدوء البال، السكينة، يعني الصبر. المعدات طبعا احنا دائما الحمد لله رب العالمين، رئيس الاتحاد دائما موفرنا احدث المعدات لرماية القوس السهم. احنا ننتظر لعيب ان شاء الله، ان شاء الله الشباب جايين، يعني كل فتره تنشهر اللعبه وتزداد شهرتها اللعبه. ان شاء الله نشوف ناس جدد في اللعبه.